دي صور لانتشار قمامة بميدان كمان سيدي بشر بإسكندرية، بعتها لينا أحد المواطنين، واللي بتكشف مدى الإهمال والاستهتار بصحة الناس وبالمنظر الحضاري المشوه الحقيقة بمنطقة سيدي بشر. دي طبعا صور مكررة لإهمال هيئة النظافة في جميع المحافظات. جميع المحافظات المصرية بتعاني من أزمة انتشار القمامة. أستاذ كريم من إسكندرية اللي بعت الصور، برحب بحضرتك. أستاذ كريم. أيوة، أهلا وسهلا. أهلا بيك، أنت على الهواء، اتفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي بص يا أستاذ، دلوقتي عندنا في ميدان سيدي بشر، ده من أكبر ميادين إسكندرية، خلاص عندنا الزبالة يعني مكتسحة سيدي بشر. عندنا يعني المفروض في صندوق زبالة مش مكفي الميدان، هو صندوق واحد على الميدان كلها، فاهمني؟ تمام. دلوقتي الناس كلها يعني بتحط في الصندوق لغايه ما الصندوق ده بيتملى لغايه الاخر، وبعد كده مش بيلاقوا مكان فبيحطوا على الارض. طيب ما فيش عربيات بتيجي تجمع القمامه؟ احنا لما بنتواصل مع المسؤولين يقول لك في عربيات بتيجي بالليل وبالنهار. هو بالفعل في عربيات بتيجي بالليل، بس بتيجي بالليل بس، وبيجي ونش ويشيل الصندوق دوت على العربيه، لكن الصندوق دوت هو مش موصل، مش مكفي زبالة الناس. احنا عندنا ميدان سيدي بشر ده ميدان كبير جدا. حضرتك من سكان ميدان سيدي بشر؟ انا من سكان، انا من على سيدي بشر الترام. طيب انا عايز اقول لحضرتك، على حاجه يا فندم، يعني لو تم جمع يعني 5 جنيه كده من ولا جنيه حتى من كل مواطن، مش هيبقى في صندوقين ثلاثه كمان وتحل المشكله دي؟ كلام حضرتك جميل جدا جدا، وكلام كمان مظبوط، لكن تعالى لما تيجي تنفذ حاجه زي كده مين هيوافق ان هو يدفع غير كده؟ صندوق زي دوت ثمنه يعدي 5000 جنيه، صندوق حديد ضخم زي ده مفيش حد هيقدر هيوافق ان هو يدفع. حتى المحلات اللي قدام الزباله مش هيوافقوا ان هم يدفعوا، فاهم قصدي؟ كلامك مظبوط وجميل، بس تعالى في التنفيذ مفيش اي حد هيدفع. طب جرب حضرتك كده، طب جرب واحنا معاك، جرب كده يعني قود حمله كده انت وشباب المنطقه واحنا مع حضرتك، ونشوف يعني ال 5000 جنيه دول ازاي ممكن يجيبوا. هي مش هتتكلف 5000، هي اقل، بس يعني صندوق تاني وقول لي احنا فشلنا ولا نجحنا. يعني حضرتك جرب كده وخلينا نشوف التجربه ونعرضها للناس على الملأ، ان كانت التجربه ناجحه وتجربه ايجابيه نقول اهالي منطقه سيدي بشر اشتغلوا وقدروا ان هم يلموا فلوس ويجيبوا بدل الصندوق صندوق واتنين، ونشوف اذا كانت التجربه ناجحه نعممها ونقول ده نموذج ايجابي لاهالي منطقه، ويمكن المسؤول يتحرك ويبقى عنده يعني شويه كده يعني من الايجابيه ويتحرك. بعد اذن حضرتك، يعني كلامك جميل جدا، ودي حاجه يعني هتكون بصوره ايجابيه ان احنا من اهل المنطقه نعمل كده، لكن ده دور مين؟ ده شغل مين؟ مين بيروح شغله الصبح علشان يعمل حاجه زي كده؟ مين؟ فين رئيس الحي وفين الموظفين؟ هو رئيس الحي، انا هقول لك هو رئيس الحي هيقول لك ما فيش امكانيات، ودي الحدود الاحياء بتعاني من المحليات في مصر كلها مش عندكم بس، بتعاني من ازمه رهيبه جدا، بيروقراطيه على فقر على قله خبره على قله فكر جديد، ما فيش افكار خارج الصندوق، ما فيش مش بس انتوا، فالحل ان كنتوا تظهروا ان كنتوا لا احنا نقدر نعمل ده، وحضراتكم مسؤولين سلبيين وما عندكمش حل، واحنا هنعرض التجربه بتاعتكم، وجرب كده اذا نجحت قول لي واحنا هنعرض معاك. طيب ماشي حاضر، انا مع حضرتك وانا فعلا هنفذ كده، لكن رئيس الحي لو هو فعلا مش قادر ينفذ حل للمشكله اللي احنا فيها دي، ده انا مش ميدان سيدي بشر بس، ده حتى عند محمد نجيب انا فاهم هو عند الحي عنده الدنيا جميله جدا ومفيش زباله، بس في اسكندريه كلها في، هو لو بفكره مش قادر ان هو يسيطر ويحجم المشكله اللي هو فيها، يبقى يشوف غيره يقدر ان هو يحافظ على النظافه الاسكندريه. انا مع حضرتك بامكانيات اقل. انا مع حضرتك، وبس دي ازمه زي ما بقول، ازمه انتشار القمامه في مصر دي ازمه ليها جذور، شركات اجنبيه اصبحت الشركات الاجنبيه لا تعمل، الدوله عايزه ترجع النظام القديم، النظام القديم فيه مشاكل، نقص امكانيات، محليات أسوأ محليات ربما على مستوى العالم المحليات عندنا في مصر، فهي مشاكل متجذره وكله بيخاف ياخد قرار، والامكانيات واضح جدا الامكانيات ضعيفه مش بس عندكم،
دي على مستوى الجمهورية. والتحرك إن كان تحرك إيجابي، لأن احنا عملنا قبل كده حملة لانتشار القمامة في مصر، إذا كان التحرك هيكون إيجابي فأظن أن التحرك ينبغي أن يتم على أسس ونظم، مش يعني حملات فردية كده. على المهم حضراتكم تقدروا تتحركوا كده بشكل إيجابي بس، وتنشروا صورة إيجابية لشباب سيدي بشر وشباب اسكندرية، وإحنا مع حضراتكم. وده نوع على فكرة من أنواع الضغط المحترم على المسؤولين.